تشهد مدن محافظه البحر الاحمر طفره تنمويه كبيره في اطار الجهود التي تبذلها الدوله من اجل تحسين مستوى المعيشه بالمحافظات كما عملت الدوله على تطوير المناطق غير الامنه بالبحر الاحمر بتكلفه بلغت مليار وستمائه مليون جنيه جهود كبيرة تبذلها الدولة للتطوير في كل المحافظات بشكل عام وبمدن البحر الاحمر بشكل خاص لتنمية المحافظة والارتقاء بكافة خدماتها من خلال انشاء مشروعات تطوير المناطق غير الامنة، المشروعات تضم اسكان الروضة بالغردقة واسكان سفاجا واسكان القصير واسكان راس غارب وتشمل بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة تنفيذ بلغت 100% في مدينة القصير وتحديدا في منطقة الكلا تم إنشاء عمارتين سكنيتين بهما أربعون وحدة كما تم إنشاء ستة وثلاثين بيتا ملحقا به فناء بإجمالي ست وسبعين وحدة وتم إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي ثلاثين مليون جنيه بداية طبعا كانت من توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل المواطنين المقيمين في المناطق غير امنه لمناطق اخرى مخططه مناطق فيها نسبه البناء قليله والمسطحات الخضراء اكبر ده علي مستوى الجمهوريه طبعا احنا في البحر الاحمر بدانا المشروع ده بالتعاون ما بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظه البحر الاحمر على مرحلتين وتستهدف السوق الجديدة توفير وحدات تجارية للباعة الجائلين بالمدينة وفي مدينة الغردقة تم تنفيذ مشروع البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة حيث تم إنشاء ثلاثين عمارة سكنية بها ستمائة وحدة وتم إنشاء مائتين وخمسين بيتا ملحقا به فناء بإجمالي ثمانمائة وخمسين وحدة وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع حوالي ثلاثمائة وعشرة ملايين جنيه طبعا بفضل السياسة الحكيمة عندنا هنا في البلد انتقلنا لمساكن الروضة وطبعا هنا الأماكن جميلة جدا ومتوفر فيها كل المرافق والخدمات طبعا متوفر لنا كل حاجة بالنسبة للسوق الروضة وفيها كل حاجة بصراحة يعني متاحة طبعا احنا اول سوبر ماركت في السوق الجديد في سوق الروضة وطبعا يعني احنا دايما بنشكر القادة السياسية على الحاجات الجميلة المتوفرة دي أما بمدينة سفاجا فتم تنفيذ الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة زرزارة والبالغ عددها ثلاث عمارات بها ستون وحدة سكنية و واربعة وسبعون بيتا ملحقا به فناء بتكلفة إجمالية للمشروع حوالي سبعة وثمانين مليون جنيه وفي مدينة رأس غارب يشتمل مشروع مساكن الروضة على خمسمائة واربعة عشر منزلا مساحة كل منزل 150 متر مربع كما يضم عمارتين تحتويان على 32 وحدة سكنية بتكلفة 438 مليون جنيه وفي مدن الجنوب ضمن المرحلة الثانية تم بناء 1500 وحدة بمدينة الشلاتين بتكلفة 540 مليون جنيه و500 وحدة بحلايب بتكلفة 195 مليون جنيه هذا وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بالبحر الأحمر خلال المرحلتين الأولى والثانية مليار و600 مليون جنيه إذا هي جهود كبيرة تبذلها الدولة لتطوير كافة المحافظات ولتوفير سكن لائق لكل المصريين